كلين فيست اكسبو معرض السياحة العلاجية والصحة رفض طبعة الثانية تاعو. هذا العام حققنا قفزة نوعية مقارنة بالطبعة الأولى، عدد العارضين ازداد وكذلك مجال التخصص. هذا العام رانا نركزوا على كل الفاعلين في قطاع الصحة اللي يقدموا العلاج، يعني العيادات والمستشفيات المتخصصة في تقديم العلاج، وكذلك مرافقين لهم يعني متدخلين في صناعة الأدوية، في صناعة المستلزمات الطبية. كل هذه الشركات راهم يتلاقاو في نفس المكان. واش لازم نركزوا عليه في هذه الطبعة؟ أنه فتحنا الأبواب لشركائنا من خارج الجزائر، يعني من القارة الإفريقية تحديدا. جونا أشخاص من خارج إفريقيا لزيارة هذا المعرض، واللي يكون عندهم النظرة الصحيحة والتصور الصحيح على كل الخدمات الطبية اللي تقدمها الجزائر، وكذلك مستلزمات الطبية والأدوية. في نفس الوقت الجزائريين اليوم لازم نعرفوهم بكل ما هو يخص قطاع الصحة، يعرفوا العلاج اللي راه يقدم اليوم في الجزائر، لأنه للأسف بعضهم راهو يروح للخارج يبحث عن العلاج اللي موجود أصلا في الجزائر بأثمان أفضل وبدون عناء السفر إلى غير ذلك. هذا من أهم الأمور اللي يعني يركز عليها هذا المعرض، هو أنه يبرز مقومات العلاج في الجزائر للجزائريين أولا ولأصدقائنا من خارج الجزائر خاصة في القارة الإفريقية، باش يكون عندهم نظرة وتصور صحيح لما تزخر به البلد من مكونات ومقدرات في العلاج، في الأدوية، صناعة الأدوية وصناعة المستلزمات الطبية. فهذه الطبعة فيها عدد المشاركين والعارضين أكثر من 45 عارض، كلهم جزائريين يصنعون في الجزائر الأدوية، يصنعون المستلزمات الطبية، يقدمون خدمة علاجية جد يعني عالية. وهذا الذي يعني رآه الزائرين من داخل وخارج الوطن.